اشتهر نساء قبيلة كلب بالوفاء، وكان منهن نائلة بنت الفرافصة. الفرافصة اسم من أسماء الأسد. كان منهن نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان بن عفان، وهي التي وقته بنفسها، فأدخلت رأسه في ثوبها وتلقت عنه الضرب حتى قطع إصبعان لها. وكان لها سن جميل، فأرسل إليها معاوية يخطبها بعد مقتل عثمان، فقالت: ما يعجبه في؟ قيل لها: يعجبه سنك. فقامت إلى فهر، يعني حجر، فكسرت به سنها وأرسلت إلى معاوية به، وكتبت إليه: ماذا تريد من امرأة جزماء، يعني مقطوعة الإصبع؟ هات ماء، يعني مكسورة السن، وإن كان يعجبك سني فقد أرسلت به إليك، ووالله لا أقعد رجلا مني مقعد عثمان أبدا. وظلت تبكيه طيلة حياتها، فقيل لها: ألا تكفين عن البكاء؟ فقالت: ألا إن خير الناس بعد نبيه قتيل التجيبي الذي جاء من مصر، وما لي لا أبكي وتبكي قرابتي وقد ذهبت عنا فضول أبي عمرو. والتجيبي هو المصري الذي قتل عثمان. ومن نساء قبيلة كلب أيضا الرباب بنت امرئ القيس الكلبية، زوج الحسين رضي الله تعالى عنها وعنه، وأم ابنته السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها. وبعد استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه خطبها الأمراء فرفضتهم، وقالت: والله لا أجعل لي حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت ترثي الحسين حتى ماتت بعده بسنة كمدا عليه. ومن رثائها له: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون. صبت النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين. قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين. من لليتامى ومن للسائلين، ومن يغني ويؤوي إليه كل مسكين. والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين. وكان الحسين رضي الله تعالى عنه يقول في سكينة ابنته والرباب زوجته: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس للائمي فيها عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يغيبن التراب.